ايه بابا عمله لماما لانه كان بيحبها كثير، وانا كمان اشتقت لها كثير. ايه امي كانت كثير حنونه، كانت بتخاف علي. شفت الباب اللي خشينا منه؟ ايه كان ينفتح لي بس مرتين بالسنه، مره بالعيد ومره اذا بابا يبي يزورني. بس ما علي، انا مسامحته. ما يخالف حبيبتي، ابوك كان يعاملك كذي ويصك الباب اكيد كان يخاف عليك لان انت بنته الوحيده. بس انا ما كنت بعرف هيدا الشيء، ما بعرف يعني شو تليفون. الحين عرفتي شنو تليفون صح؟ تعرفي شو بعرف بقى كمان؟ شنو بعرف؟ خيط وبطبخ، وعندنا هون مكان كتير كبير، رح اعرفك على ساره وهبجين ولوسي. هبجين شنو يمه؟ قطوتي. قطوتك؟ يا حلوه هبجين. حبيبتي شوفي هي، شفتي هيدا؟ هيدا العرنوس ما بحبه. ليش؟ سوالك لحقني شي مره ما خلاني. حبيبتي هلا بشوفك انت امي ساره. حبيبتي اكيد انا امك.